نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وتقام البطولة بدءا من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائي الدور العربي للأعمار السنية. وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفي جميع الرياضات. واستعرض اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور البطولة الدولية بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية. ورحب الدكتور إسماعيل محمد شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز من نجاح تلك البطولة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضي بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة. كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والاتحاد المصري للفروسية لتنظيم 7 بطولات جمهورية وبطولتين دوليتين للفروسية على أرض مصر.